السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام متابعين قناة Arabic Sketch Up، أهلا بكم في كورس الكاد والدرس النهاردة رقم 21 معايا وهي الميرور. قبل ما نعرف يعني إيه ميرور أو أدخل في قلب الأداة، الميرور كالتالي: الميرور عبارة عن إن أنا كأنك شخص واقف قصاد مراية. إيه اللي بيحصل للمراية؟ إنك بتشوف نفسك جواها، فهي يعتبر الميرور هي انعكاس. انعكاس مثلا لشكل عامل كده، فعكسه الناحية التانية هيبقى الشكل عامل كده. يعني أنا بعكس الشكل الناحية التانية، وليكن مثلا عندي مكان ده زي مكتب مثلا أهو، ودي مثلا زي حيطة جبس مثلا أو مثلا فاصل ما بينهم، وعندي مثلا مكتب أهو بكرسي بتاعي، أقدر أعمل ميرور، فالميرور يروح الناحية التانية، أروح محدد الاتنين وأعمل ميرور فيتحددوا الناحية دي بالظبط كده. ده كده كان الميرور بالظبط. الميرور موجود فين بالظبط؟ يا اما من اداه فوق هنا، هي اداه الموديفاي، يا اما ادوس ام اي في الكيبورد هيظهر لي. لو دوست ام لوحدها مش هيظهر لي، ام اي هيظهر لي الميرور. اوكي، نيجي دلوقتي نعمل مثلا مستطيل. كان مستطيل باوندري اللي احنا اتكلمنا عليها ساعة الهاتش، ودوس في النص كده، ودوس انتر، يتقفل المكان مع بعض. طبعا انا بحب احدد، طبعا احنا ادوات الموديفاي كلها كنا ماشيين على 3 خطوات: اني بحدد اللي انا عايزه، ثم انتقل الى الاداة اللي انا محتاجها، ثم تالت حاجة النقطة اللي هبدأ منها. فاول حاجة اخترت الشكل بتاعي، دوست ام اي انتر، مسكت النقطة بتاعتي. اول ما امسك النقطه بتاعتي شوف دلوقتي انت عايز تعمل الناحيه دي ولا الناحيه دي بالظبط. انا دلوقتي كده ليا متاح حاجتين بالظبط. طب ليه هو عمل الاتنين دول متلاصقين في بعض؟ لان ده المحور الفاصل ما بينهم. انا اخترت النقطه دي تبقى المحور ما بينهم، فبالظبط مفيش مسافه بينها، يعني بين المحور المرسوم والشكل بتاعي. كذلك اما اجي اقلبها الناحيه التانيه فمفيش هي كمان ايه مسافه. فلو هنا بيطلب مني يقول لي انت عايز تمسح الشكل ولا تمسحوش، لو عايز امسحه ادوس يس، لو مش عايز امسحه اسيب دوم. قلت يس كده سبت الشكل بتاعي. نيجي نمسك الشكل ده نعمل مثلا خط، هتكلم في حته الفاصل دلوقتي. وليكن اوكي موف منتصف ماشي خلاص ماشي، ورحت جيت هنا عملت الشكل بتاعي كالتالي. ده مثلا المكتب بتاعي اهوت بالكرسي، ورحت واخد الاتنين دول زي ما انا اتكلمت. لو عملت ميرور هيقول لي النقطة اللي انت عايز تعملها المحور بتاعك فين، فلو عملت المحور بتاعي من الحتة ديت هيلزق على طول، لان مفيش ايه مسافه. تمام، لان المسافه بين المحور والشكل اللي انا اخترته زيرو، اللي هو النقطه ديت. اما لو جيت حددت ده ورحت قايل ميرور وقال لي المحور بتاعك فين، فانا اختار المحور ده، هياخد المسافه دي كده ويحطها الناحيه التانيه. فما اخد هنا كده المحور بتاعي للناحيه التانيه اهو، هيجيبه لي بالظبط. فانت عايز تسيبه مش عايز تسيبه؟ لا انا عايزك تسيب لي. بيقول لي هو انت عايز تمسح الاوبجكت بتاعي يس ولا نو؟ فاقول له يس هيمسح الشكل بتاعي. قلت نو هيسيبه زي ما هو. اجي ميرور اهو تاني، لا انا مش عايز امسح الشكل بتاعي نو. لو جيت حسبت المسافه دي لديت وتقريبا الموضوع يا لهوي سبعة، عشان انا ماشي بالملي نسيت اعمل اليونت بتاعي. ما علينا، لما نيجي نقيس ديت ونقيس الحوار ده كمان هنلاقيهم الاتنين. والله ما عارف الصراحة دور فين. 7 7 8 9، ونفس هناك الناحية التانية برضو. نشوف كده تاني، ربطهت. لا إله إلا الله، ترجوها منين ديت؟ أي 7 7 8 9، معلش. فدلوقتي
اروح واخد ده كده، محدد ده ومحدد ده، واعمل محور. طب دول كده عايزهم جنب الناحيه التانيه. لو مشيت اروح المحور اللي في النص، المحور في النص بيمشي لي يعني ايه حتت جنب بعضها. وليكن مثلا اخد المحور الشكل عنده، اعمل محور في النص هيجيبه الناحيه التانيه، محور كمان في النص هيعمل الناحيه التانيه. طب اعمل محور في العرض، كان عندك كف اليد ورحت عامله الناحيه التانيه كده بالظبط. اوكي. فاجي مثلا دول اروح عامل مرر من هنا، واقول له من النقطه ديت لحد النقطه التانيه هنا، فخد المسافه من هنا لحد النقطه، لحد الشكل بتاع اول الشكل بتاعي، ورماه الناحيه التانيه بالظبط. لا انا مش عايز امسحه، اهو بالظبط كده. لو حسبت المسافات بين بعضها والتاني هتلاقي مفيش اي حاجه. تمام. ده كان امر الميرور معايا، امر بسيط وامر سهل ومفيش فيه اي اختلاف. اوكي. كده يكون خلصنا حلقه النهارده من ادوات الموديفاي، واداه بسيطه جدا، وان شاء الله نكمل معانا سلسله الحلقات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.